السلام عليكم. زار والي ولاية وهران مركب سياحي روطانا، هذا المركب الضخم الذي يتم إنجازه بمنطقة كاناستيل بالساحل الشرقي لمدينة وهران، واللي الأشغال تقرب من النهاية انتحى. والعلم أن هذه الشركة التي تساهم في استثمار بشراكة جزائرية مع شريك أجنبي بعلامة يعني عالمية علامة روطانا. إذا نخليكم تتابعوا هذه الزيارة تاع والي ولاية وهران إلى موقع المشروع هذا اللي الأشغال تقرب من النهاية نتاعها، واللي كذلك دخلنا في المرحلة تاع التجهيز نتاع هذا المركب السياحي اللي أكيد سوف ينضاف إلى العروض الفندقية والسياحية لمدينة وهران. أترككم إذا تتابعون هذا الفيديو حول هذا المركب الضخم، والسلام عليكم. Okay, I'm going to go.